من أيام كده مصر نجحت إنها تسجل احتفالات رحلة العائلة المقدسة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو عشان يضاف عنصر جديد إلى جانب التحطيب والسيرة الهلالية ونسيج الصعيد اليدوي والممارسات المتعلقة بالنخلة والأرجوز والخط العربي، وقريبا كمان هيكون في مزيد من العناصر اللي هتضاف لهذه القوائم. خلونا نتكلم أكتر عن إيه هو التراث الغير مادي مع الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيكي. صباح الخير يا فندم. يعني حابين نفهم مفهوم إيه هو التراث الغير مادي وأهمية تسجيل مزيد من العناصر. طيب، الأول مبروك مع كل تسجيل جديد لمصر على قوائم اليونسكو. ألف مبروك يا فندم. التراث الثقافي غير المادي اللي هو كنا بنقول عليه زمان قبل الاتفاقية التراث الشعبي، اللي هو العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية، الأدب، الحكايات، الأمثال، الرقصة الشعبية، الموسيقى الشعبية وغيره من عناصر اللي الناس بتختارها علشان تكون هي تراثها وتنقلها من جيل إلى جيل. ده باختصار هو التراث الثقافي غير المادي. الاسم ده أطلقته اليونسكو على التراث الشعبي من سنة 2003 لما اتعملت الاتفاقية بتاعة صون التراث الثقافي غير المادي. أهمية الاتفاقية، الدول بتوقع عليها تقريبا دلوقتي بقوا 180 دولة من العالم، وده رقم كبير جدا. بيقولوا إن احنا عايزين نسجل عندكم بعض عناصر تراثنا، يا إما نسجلها كأنها عنصر، نقول هذا العنصر يمثلني وموجود عندي بكثافة والناس بتمارسه دايما، أو إن العنصر ده عندي بس تعبان شوية ومحتاج إلى دعم حتى نعمل له صون، أو إن أنا أقول عندي تجربة هايلة في صون التراث وسجله هنا. اللي إحنا سجلناه على القائمتين الأولانيين، سجلنا بعض العناصر على القائمة التمثيلية اللي هي بنقول للعالم العناصر دي عندنا وبتمثلنا ومنتشرة والناس لسه مختارها وبتعملها، أو إنها محتاجة إلى صون، ودول سجلنا عليهم اثنين اللي هما النسيج اليدوي الصعيد مصر والأرجوز. عظيم. دكتورة نهلة، ممكن حد يسأل إيه أهمية ده؟ إيه أهمية إن أنا أسجل حاجة على قائمة التراث الغير مادي؟ طيب، في أهمية دايمة لتسجيل التراث. تسجيل التراث لأن حضرتك تعرف التراث ده يعني هويتنا، يعني انتمائنا، يعني كل الشعوب بتعيش وبتاكل وبتشرب وبتشتغل، لكن ايه اللي بيميز الهندي عن الافريقي عن الاوروبي عن المصري؟ هو عناصر تراثه الثقافي اللي هو عنده، سواء تراث مادي زي الاثار او تراث غير مادي زي التراث الشعبي. فكل دوله ده اللي بيميزها وده اللي بيخلي لها هويه شكل مختلف عن بقيه العالم. ده مش معناه ان احنا نتخانق ونقول انا اتميز عن اخر، هو اختلاف وليس تميز. العناصر دي بتتسجل على مستويين، على مستوى جوه الدوله كل الدول بتسعى الى انها يبقى عندها ارشيف ومسجله فيه الحاجات دي. ليه؟ عشان لما تيجي فرقه مثلا فنون شعبيه تعمل رقصه تروح تشوف رقصات البلاد دي بيرقصوا ازاي وتعمل زيها، او انا عايزه اعرف الناس بتفكر ازاي عشان اما ابني لهم حاجه ولا ادخل لهم مشروع تنميه يبقى حسب عاداتهم ومعتقداتهم. يبقى مهم جدا على مستوى التسجيل الوطني داخل البلد. في مستوى طيب اخر دكتوره نهله، تسجيل عالمي اللي هو على اليونسكو. طيب دكتوره نهله، اكيد في بيبقى لسته كده كاتبين فيها اليونسكو يعني عايزين فيها طلبات معينه عشان يقدروا ان هم يوثقوا يعني اي حاجه بقى التراث الغير مادي، ايه هي بتبقى الطلبات دي؟ طيب الطلبات دي بتختلف زي ما قلت لحضرتك ان في كذا قايمه. لو قلت ان ده تمثيلي ويمثلني انا لازم املي له فورمه هو بيعملها معينه فيها خمس معايير، خمس معايير لازم يستوفوا بالكامل وكويسين مكتوبين بمعايير بتحددها اليونسكو. بتسال اسئله معينه، اوصفوا لي العنصر ده وصف كويس، قولوا لي انتوا حطنوه ازاي، قولوا له انتوا قبل كده ازاي، ازاي شاركت المجتمعات والناس في انها توثق العنصر ده وتحطه، انتوا موثقينه على مستواكم الوطني ولا جاي كده على طول يعني عايزين تحطوه على اليونسكو،
بتقول لنا ابعتوا لنا 10 صور، بتقول لنا ابعتوا لنا فيديو للموضوع. وبتجتمع لجنه تقييم عباره عن 12 فرد من العالم، يفتحوا كل ملف ويقروه، وكل واحد يحط تقريره، ثم يجتمعوا مع بعض ويناقشوا التقارير ويطلعوا بتقرير واحد، وانا واحده من ال 12 دول على مستوى العالم. عظيم. دكتوره نهله، التراث المادي معروف هو بتاع مين؟ يعني حضرتك بتتكلمي على الاثار، فهي معروفه ان حضاره دي حضاره مصريه، سواء كانت هذه الاثار موجوده في مصر او موجوده بره، فهي معروف ان هي ملكيتها لمصر. اما بالنسبه للتراث الغير مادي، ازاي الدوله ممكن تثبت احقيتها وفي حال خلاف ما بين دولتين على احقيتهم في هذا التراث؟ الدوله بتثبت احقيتها بانها بتمارسه، وبتجيب بروف او اثباتات لليونسكو انه موجود على اراضيها، الناس لسه بتعمل ده، لسه بتعمل العيش الشمسي، لسه بتاكله، مواد الخام موجوده في المجتمع، الناس بتتبادله في المناسبات، بيقوم بوظيفه في حياتهم، انا مسجلاه على قائمتي. كون ان انا اسجله ده معناه ان انا موجود عندي، لكن مش معناه ان انا امتلكه منفردا. ودي نقطة مهمة، وأنا عايزة أشكر حضرتك على السؤال ده، لأن دايما الناس عندها الهاجس إن لو إحنا سجلنا العيش الشمسي وبعدين في دولة تانية سجلته يبقى أخدته مننا، لا ما خدتوش، هو موجود عندها، يمارس بالخامات اللي عندها، بالطريقة، بالاسم اللي عندها، اللي قد يكون متشابه. حقيقة إن الاتفاقية أصلا من أجل نشر المشاركة في التراث، لأن حضرتك تعرف إن طول عمر التراث بينتقل من بلد إلى بلد، ومع رحلات الحج كان بينتقل، صحيح، ومع التجارة ومع دلوقتي الإنترنت، فبيحصل تغيرات في التراث. هو ديناني، هو مش بيثبت ويفضل. أنا مش بطبخ الكشري زي ما كان جد جدي، أو زي بعمل الكحك بنفس طريقة الفراعنة، أكيد كل واحد مع التراث ده ديناني. فهو كون ان العنصر ده موجود عندي ده حقي، وحقي ان انا انشره، وحقي ان انا اسجله، لكن ده لا ينفي ان هو من حق دوله اخرى ان يكون عندها نفس العنصر بشكل اخر. يعني يمكن كمان شفنا من ضمن ده انه في دول كتيره قوي بتسجل الاكلات، ويمكن دوله ابتدت تتخانق على دي الاكله دي بتاعتي، لا دي بتاعتي. النهارده احنا ناس كتيره بتطالب بتسجيل الاكل المصري زي الكشري، الطعميه، فهل في خطوات خدناها تجاه ده؟ احنا جالنا طلبات كتير جدا من الناس. بعد كل تسجيل بيطلع، وده اهميه التسجيل. في نظري هذه هي العائد الاساسي، ان الناس الوعي بيترفع بان ما نملكه ثمين وما نملكه مقدر، وعايزين نسجله. انا باخد ده بمحمل طيب جدا، وان دي حاجه حميده. طبعا الاكلات الشعبيه على فكره السنه دي من الدورات اللي في اليونسكو اللي في كذا دوله سجلت اطعمه، بل وسجلوا العاب شعبيه، ودي كانت ظاهره متصله. عندنا طبعا طلبات من الناس بان احنا نسجل الكشري، وهنعمل جهودنا حوالين ده. يمكن انا كمان عايزه اسجل الفول مدم، يعني انا شايفه عربيات الفول وطريقه تدميس الفول وطريقه اكله، وان هو في حياتنا اليوميه نفسنا. بس كمان زي ما بقول لحضرتك هنسجل على المستوى الوطني، هنعمل ارشيف للدوله مهم جدا لتراثها غيرنا. عظيم. كل الشكر ليك يا فندم. دكتورة نهلة إمام، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون التراث، وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي. شكرا جزيلا ليك.